الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه فلتر المازوت نتاع ميغان دي دي سي، ما هو توا الفرصة الاثنار نحي والباراشوك نحي، يبدا واضح أكثر الفلتر باش نبدلوه. توا معاكم هيكل نوريكم الألوان كيفاش باش ما يتغلطوش فيهم. أنا اللي مش يركب فلتر باش ما يغلطش، على كل لون هذايا الفيكسيبل هذايا فما نكتة في الفلتر بيضة، هاك تنزل على تلاقيه هذه بيضة. تنزل عليها تخرجها، هذه بيضة تلقى نكتة بيضة، وهنا أحمر هذايا الأحمر تلقى نكتة حمراء. كيف كيف تنزل عليه كل الكولير يرجع في بلاصته. كل الكولير فيها هذه حمراء، هذه حمراء وهذه بيضة، البيضة في البيضة والحمراء في الحمراء، والثالثة هي خضراء. كيف كيف تنزل عليها تجبدها، ما تقواش خاطر لازم تنزل وتجبد. وعندنا الزرقاء طبعا. يعني عندنا ما يركبوش غلطين يعني الزرقاء في الزرقاء. هذه الزرقاء. ومن بعد الفيتر فيه جراف، فيه سيبور تخلق يمين ويسار بالشوي تجبر فوق. هكا تنزل عليه تقرص عليه شوي وتجبد. نحينا تو نجبد الفيتر. موديل هذايا الموديل هذايا المفروض يجيب الكابتر. ريتو هات نتاع الكابتر هيك. هو ملاها مركب لها بلاش كابتر. ها ريتو المفروض يجيب الكابتر. شفتوا هذا؟ هذه بلاصة الكابتر. تو مش نرجعوا له نتاعو دوريجين وركبوا له الكابتر نتاعو. لأن يركب لها هو بلاش كابتر يركب لها. لكن يعني يقعد ماكيلو في التابلو ديما ما فيهاش كابتر. هذا الموديل اللي بالكابتر. تو باش نركبوا الكابتر. وهون الالوان اللي كنا نقول لكم عليها، الازرق والاحمر والاخضر والابيض، يعني اربع الوان يعني. والديريتات نزل كيف كيف، نلقى ابيض واحمر واخضر وازرق، ما يغلطوش. وهذا الكابتر اللي هي ما كانش فيها، تو باش نركبوا لها كابتر. نعملوا له شويه جريس، نعملوا شويه جريس باش الجوان نتاعو ما يطرى. هذا الكابتر هكا شد بلاصته. ايوه شوية ماركيلو في التابلو. فيه سكة هو يدخل فيها ويدور هكا يشد بلاصته. ركبنا الكابتير، نجوا الفيشة نتاعو. هاي الفيشة اخضروها، هذه الفيشة تنزل عليها بالشوي هاك تكتكت. وقت التكتك نركبوها. وماذا بيكم ديما البوشنات خلوهم نحوهم اخر حاجة باش الوسخ ما يتيحش في وسط الفلتر. كي شد بلاصته نجوا لهنا نلحوا بالكعبة، نعملوا شوية جريس. مش هكاك مش قدريت يزلق فيه سامي. الأخضر فيه الأخضر كالعادة هكا. نجوا للأحمر كالعادة شوية جريس هكا. نجوا للأبيض كيف كيف. خلوهم مشو مرتاحين هكاك. نجوا تو الأزرق هو الأخراني اللي هو كيف كيف يدهنوه. هكا شد بلايصهم هكا تو الفلتر نتاع المازوت
ركب المازوت راكب كل شيء راكب. نجم تبومبي من البومبات شويه باش توصل المازوت. عنده هنا بيرجير لوطا بالنسبه للي ما يعرفش، عنده بيرجير لوطا وقت يجي كده فما يعني تحس ويكتب لك في التابلو الفلتر فيه الماء، تجي هنا من لوطا فيها بيرجير من هنا من لوطا تحلو باش تفرغ منه الماء يعني فيه سهل. وهكاك نعمل ضربه بيرج ونكمل الكرامه نتاعي ونخدم على روحي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.